من استوديو صيف البحرين صبح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقة نهاية الأسبوع، ودائما نقول الخميس الونيس. أيوة وصباح والله. الخير إيمان، صباح الخميس الونيس، صباح الأجواء الحلوة. وصلنا نهاية الأسبوع، مر الأسبوع بسرعة معنا، أي وايد بسرعة. أكيد أصبح عليكم مشاهدينا بالخير، وأكيد يعني دام حمد قال خميس الونيس دائما نشوف إبداعات شباب البحرين، صح. بنات البحرين، واليوم ما شاء الله الاستديو مزين بهاللوحات الجميلة اللي بتكون بطلتها فنانة بحرينية شابة هاوية للفن منذ الصغر، ما درست الفن أكاديميا لكنها تمكنت من وضع بصمتها الفنية على الكثير من اللوحات الفنية والعباءات وغيرها من الأشياء. خلونا نتعرف أكثر على ضيفتنا في الاستديو زبيدة جناحي. صبحك الله بالخير، يا هلا يا مرحبا فيك. صباح النور، أهلا هلا فيك. صباح الفن، صباح الفن، أشياء جميلة. والله اللوحات الفنية دائما احنا نكرر ونعيد ان هذه الاستوديو نحب نكون موجودين فيه، دائما في فن ابداعي صراحه. لمست في هالبرنامج ناس مبدعين، ناس صراحه اول مره اشوف اشياء تعلمنا منهم شغلات جديده. خبرينا في البدايه زبيده عن فنك التشكيلي، شلون بديتي؟ بديت في 2001، رسمت مع الوالده اول رسمه سرياليه. كانت الوالده كلها تحب ان هي تنمي فينا هواياتنا ومهاراتنا في اي شيء احنا نحبه، فشافت ان انا مهتمه في هالمجال ورسمت معي اول رسمه، ويعني عطتني تكنيكس شيء بسيط في الدمج وهاللون، وخلتني عقب انطلق. ما شاء الله الوالده بعد فنانه ترسم. الوالده اي، بس انها مع يعني هي عندها وايد هوايات، ف يعني مو بوايد متخصصه في شغلات معينه. نوجه لها تحيه لان هي موجوده بعد خلف الكواليس، تستاهل. فنون كلها فنون. اي والله. يعني زبيدة، نبي نتكلم عن المدرسه اللي انت تنتمين لها. يمكن قلتي تعلمتي الفن السريالي، هل انت ملتزمه بالفن السريالي ولا تحبين تنوعين بالفنون؟ انا بديت بعد يوات اكثر شيء في الواقعي عشان ان اقدر اعطي في السريالي اكثر، يعني حبيت ان انا شوي يعني اتقن الفن الواقعي، ان ارسم الشيء بالضبط نفس ما انا اشوفه. بعدين حبيت ان انا الحين توني من فتره قصيره ان ادش في السريالي عشان اقدر اعبر عن روحي اكثر، يعني اقدر اوصل رسائل اكثر. حلو. زبيده، يعني شنو بترسمين لنا اليوم؟ اليوم برسم لكم ان شاء الله منظر غروب. الله. على البحر. ايه، كلميني شويه عن اللوحات قبل لا نبتدي في الرسم. كلمي عن اللوحات اليوم. لوحات جميله هذه صراحه، هذه عجبتني اللوحه، ومخرجنا راشد يقول انه هو يعرف يرسم نفسها. هذه اللوحه اخذت مني يومين. يومين ما شاء الله، بس يعني متقنة جدا، يمكن حتى الالوان درجات الجراي. صح، صعب عليك انك ترسمين يمكن اللوحه اللي تكون كلها بلون واحد، ولا تكون لا. اسهل بالنسبه لي تكون اسهل. اسهل. يمكن حتى كل لوحه لاحظتها فيها لمسه خاصه فيها. صح. فيها نوع ثاني. يعني دائما الفنان او الرسام اللي يجينا نعرف والله هاي رسماته كلها تكون لا طابع. أي. طابع خاص. انت كل واحده فيها غير، يعني هل هذا شيء ميزك فيها شيء مميز يعتبر؟ يعني بصمة مختلفة في كل لوحة ما شاء الله، واحنا احنا بنشوف البصمة اللي بترسمها على اللوحة. اليوم بترسم لنا منظر الغروب، صح؟ وبتستخدمين الوان طبعا، وهذه اللوحة موجودة اليوم. ونبلش؟ نبلش. يلا نبلش ان شاء الله. نبتدي وياك زبيدة، وقولي لنا الخطوات اللي راح تبتدينها عشان حتى المشاهدين يعرفون شلون راح تبتدين الرسمة ان شاء الله. يمكن إيمان بعد هي من الناس اللي ما بس ترسم على الورق، ترسم مع الملابس، صح، على يعني اشياء مختلفه غير الجدران. يعني زبيده احنا ما بنقاطعك، انت رسمي بس احنا بنسولف وياك وسالفي ويانا. الرسم على اللوحه يكون مختلف بالنسبه على الرسم لما ترسمين على شغلات ثانيه؟ هو يختلف من ناحيه خامات. يعني مع الالوان اللي بستخدمها حق الخامه لازم تكون الوان تثبت في الخامه مع الغسيل، ما يروح اللون. بس في اللوحة غير، يعني أقدر أستخدم زيتي، أقدر أستخدم ألوان ثانية. صح، لأنها بتكون ثابتة، يمكن عكس الملابس ما بتمر يعني غسيل. يمكن هذه الصعوبة بعد، يعني أكثر من فنان يونا هني وتكلم عن موضوع الألوان نفسها، إذا بترسم على الورق غير، إذا بترسم على الجدران غير، على الملابس، حتى الكفرات. يعني كانت معانا يعني رسامة على الكفرات التليفون، ف كل يمكن قطعة تختلف فيها الألوان، تختلف فيها التكنيك. يلا نبتدي بالرسم. شكله لازم لازم هدوء وهذا. لا عادي. ما شاء الله، يعني أتوقع أغلب الفنانين حمل توافقني الرأي إنه يحبون وقت الرسم يكون هدوء، أكيد معينة يعني عندهم وقت الرسم. دائما تشوفي الفنانين يعني اللي رسمون دائما عندهم أجواء خاصة فيهم، تكون غرفة مثلا هادية، صح، تكون الرسومات كل في كل مكان موجودة،
ما اتوقع انه يمكن ميوزك خفيف بتوافقني هي، بس ما ادري الميوزك خفيفه صح؟ لازم شيء كذي يعني. ولكن اغلب الاوقات هدوء، ما في ازعاج يعني. عندك اطفال اتوقع ما ما, ما تصلح تكون رسام. على صوت الموسيقى. ما شاء الله عليك. ودي اسالك بعد زبيده عن تباين الالوان، يعني احنا نشوف يمكن درجات في الالوان واختلاف يمكن في الالوان نفسها، يعني من الازرق الى السماوي يمكن الازرق الغامج. هل تفكرين في الالوان هذه قبل ما تبلشين يمكن الرسمه، ولا وانت ترسمين يجي هذا الالهام في حزتها؟ هي تختلف من لوحه للوحه، ساعات يعني تكون الفكره تكون موجوده من قبل، ساعات وانا ارسم تتغير الفكره. يعني بعد على حسب. على حسب. الفنانين عندهم تريكس. وايد الحلو انه في الرسم هذه الفترة ايمان صار مثل الفنون الثانية الموسيقى، صار في احتراف يعني تقدر تحترف هذه المهنة ويكون مصدر رزق بعد في النهاية. طبعا اكيد. هذا الشيء اللي يعني صراحة لمسته مؤخرا خصوصا في البرنامج يعني. كثر الناس الفنانين اللي جو يعني حولوا هوايتهم وشغفهم الى شيء يعيشون منه، فمشروع خاص فيهم. شيء وايد حلو نشوفه، يمكن في السابق ما كان هذا الشيء موجود واضح، الحين واضح موجود. ما شاء الله البحرينيين مبدعين سواء في الرسم ولا في كل المجالات. كل شيء. وخلال هالفتره يمكن زبيدة توافقيني الراي، في فتره الكورونا مع الاوضاع الواحد صار يعني يحاول يطور من نفسه اكثر في هوايته وموهبته. صح. شكلها كلهم في وقت الكورونا مسويتهم. لا اللي وقت الكورونا هذه حلوه. وهذه ما شاء الله. هذه اي اوكي فيها حزن. اي هذه حق مع احداث بيروت. والله حلوه. حتى بيت انا ودي اتكلم عن اللوحه يمكن موجوده هناك اللي فيها مطر صح. اي اي هذه شويه يمكن فيها تكنيك صعب زبيده انك تحطين يعني القطرات. هذه شاركت فيها في مسابقه، انا موظفه في بنك البحرين الوطني، شاركت في مسابقه حق المواهب وفزت في المركز الثاني فيها، بس هذه اكثر من مجرد مشاركه، هذه حاولت ان انا انشر وعي اكثر. حلو. يعني هذه توصيل رساله. اي انا رسمت هالرسمه بحق جمعيه حقوق الطفل. ما شاء الله. في البحرين. يعني شلون تيجي الافكار؟ هي مثلا هذه سويتي حق يعني كوز معين، شلون تيجي الافكار دائما وقت انت الحين بترسمين؟ يلهمك شيء معين ولا دايركت؟ انا هذه الفكره شفت المكان وحبيت ان انا انشر وعي، ان بغيت ان الناس يعرفون عن هالمكان اكثر، لان اي احد كنت اكلم عن المكان ما كانوا يعرفون عنه. فكنت ابي اشارك في المسابقه وبغيت ان انا انشر وعي مره واحده، يعني في توصيل رساله فرصه واحده. صح. تفضلي كملي رسمك. وايد نسولف وياك، بس احنا بعد متحمسين بنشوف النتيجه النهائيه. السنه زرقاء لحد الحين، بس انا الحين شفت حطيت الازرق عقب دمجت معاه شوي لون. اي لون ثاني. بدا الاشياء اللي ما تعرفين تسويها. اي الاشياء اللي صعبه علي. فوق السماء اوكي. سهل. عطني لون ازرق وبلون. احنا وراشد يعني كان موجود معانا المخرج. راشد خلاص الحين. اي كان بيقول لك سوي شيء بعد، هو ما شاء الله من شوي قاعد يقول لي ترى قبل فنان ترى راشد. اي يقول لي ترى كل شيء فان في برنامجكم. كل شيء فان صار الصباحي. لا ما شاء الله عليه راشد، يعني يمكن كان يراويني من فترة الصورة له وهو راسم على الطوفة، بس ما شاء الله عليه مبدع. مبدع. المفروض احنا نجيب نستضيفه هني. هذا شيء جديد. أنا ما أعرف. خلي أحد عند المكسر. خلاص لازم نجيب. الحين قاعد تدمجين الحين لون ثاني صح زبيدة؟ إيه. والألوان تحصلينها في كل مكان. إيه. يعني مو من الألوان الصعبة يعني. مع الفرشاة. لا إيه متواجدة. نوع الفرشاه تختلف بعد زبيده من لوحه للوحه، من خامه لخامه. من خامه لخامه يعني الاويل نستخدم لهم فرش غير عن المائيه والاكريليك. ايش قد وقت ياخذ لها مثلا مثل هذه اللوحه الدويريه الصغيره هذه؟ ان شاء الله لنهايه اللقاء. ساعه تقريبا. ان شاء الله. بس انت عاده ايش قد ياخذ لك كلوحات يعني تاخذين وقتك فيها؟ هو كل لوحه قلتي هذه يومين خذ لك. هذه يومين. اي مو بوايد ساعات عمل فيها يعني. كثر هذه وايد طولت فيها. شنو اللي طول الاساس لما تحطين الاساس للرسمه بدايه؟ حتى الفكره هي تطول اكثر. الفكره لما زين في فتره سويتي فكره وبعدين قلتي لا ما وصلت الفكره 100%، يعني يهمك هذا الشيء؟ يعني اغير في اللوحه. تغيرين فيها تطورين. هذه تغيرت الفكره مع الرسم. اوكي. يعني ساعات قلت لك يطلع لك شيء جديد غير يعني اغير، لا ما ابي ارسم هالشيء اغير. ويحصل هالامور وايد تحصل الفتره؟ اي على حسب.
ودي اسالك بعد زبيده وانت تلونين يعني ادري يمكن صعب ان انت تشتغلين بس خذي راحتك عشان الوقت عشان انا مستعجله اكثر رسمه مزعجه كانت لا لا ابي اعرف هل فكرتي تجين حق موضوع الرسم بالديجيتال ولا لا انت للحين تحبين هذه الطريقه جربت والله قبل بس شوي ضايقني الموضوع لان احس شوي تعب العين وايد يتعب العين اي لان فيها تفاصيل لازم تركزين عليها عكس اللوحه اللي تكون قدامك اي ومع الاضاءه الجهاز وكذي يعني شوي تعب العين بس يعني حسيت الفن التقليدي لا طعم غير يعني يبين الرسم ويبين متعوب عليه صح ايش قد تتاثرين برسامين مثلا اخرين هل تتابعين ناس معينه برا ممكن انك تتاثرين في رسمهم او شلون توصفين رسمك بعد مقارنه بباقي الرسامين التشجيع يكون اكثر حق الفنان انه يطال انه يحاول انه هو مو بس يكون في نقطه معينه يطور من نفسه يكون على طول مع تحدي مع نفسه يعني ما شاء الله على زبيده انت ما درستي يمكن الرسم ما درستي الفن بس انت طورتي نفسك يعني يعني هذا الفن شوي صعب بالذات ان الرسم يعني عالم كبير وفي انواع مختلفه من الرسومات والفنون لكن انت تعلمتيها بنفسك يمكن الفنون هذه فحسيت ان الموضوع صعب انك تطورين من نفسك هل شفتي يعني فنانين حاولتي تتعلمين منهم يمكن مقاطع في اليوتيوب صح. هو يكون اسهل لو كنت دارسه طبعا ما بياخذ لي وقت اكثر في اني اكتشف الموضوع بنفسي وغيره اي بس انه بعد الموهبه وبعد يعني انه مع الممارسه كل شيء الواحد يقدر يسويه يعني صح. اتوقع دائما الفنون اللي مثل الموسيقى او الرسم الموهبه تغلب الدراسه تغلب الدراسه بس مهمه تعطيك الاساسيات صح ولكن بعدين انت وفنك يعني في ناس دارسه ولكن يمكن يعني موهبة أقل أتوقع بعد يعني دراسة تدعم الموهبة أكثر صح يعني صح يمكن أنت موهوب بالفطرة وعندك يمكن الإمكانيات بس تبي تكنيك معين هاي لازم يسهل على الدراسة صح ما شاء الله عليك أكيد زبيدة إحنا بنروح نرجع لك ونشوف الرسمة النهائية وتأخذينها بهدوء واحنا لا نزعجينك بنكمل فقراتنا وبنرجع لك اما الحين مشاهدينا خلونا ننتقل لفاصل قصير وراجعين مع صباح الخميس لا تروحون بعيد رجعنا لكم مشاهدينا من جديد من بعد الفاصل في هذه الفقرة راح نتكلم عن مشكلة صحية ممكن يعاني منها البعض وهي الثآليل الجلدية ومسامير اللحم بنتوسع أكثر في هذا الموضوع مع ضيفتنا أخصائية الأمراض الجلدية بمجمع سلمانية الطبي الأستاذة فاطمة عبد الوهاب صباحك الله بالخير يا هلا مرحبا فيك أستاذة أهلا وسهلا طبعا حبيت أشكركم في البداية أن أنتم استضفتونا في هاي الموضوع هاي الموضوع جدا مهم صح جدا شائع وللأسف واجد فيه لخبطة صاير عند المرضى وبين الناس يعني بالضبط كأن الحين بما أن احنا في زمن الكورونا لما تسألين المريض يتصل لي يقول لي مثلا أنا في عزل أو في حجر ما تعرفين شنو العزل والحجر أو نفس لما تسألين مثلا أي أحد شنو الفرق بين البقدونس والكزبرة صح ما يقدرون يفرقون بينهم شيء تقريبا بالضبط بين مسمار اللحم وبين الثال ولما يجيني المريض يقول لي عندي مسمار لحم ما صدق الا لما انا بروحي اتاكد ونفس الشيء بالنسبه للثال عشان كذي احنا يمكن اليوم استاذه نبي نتكلم اكثر عن هذا الموضوع ونبي نعطي الفرق بين يمكن المصطلحين اللي كثير من المشاهدين هم يبون يتعرفون اكثر وشنو اسبابه اوكي تمام فاول شيء نبتدي بمسمار اللحم طبعا مسمار اللحم شنو يصير سماكة في الجلد بسبة الاحتكاك اللي يصير مع القدم بين الأرض والقدم عادة يتكون في القدم ونتيجة لهاي الاحتكاك يبدأ الجلد يدخل على الجهاز يعني يصير سماكة في الجلد ويبدأ يدخل على داخل يصير مثل كأنه مسمار يبدأ يغز في اللحم المحيط به فهاي يصير مثل شيء ينغز المكان فيحس المريض بالتهاب ألم ما يقدر يمشي فهاي مينلي بالنسبة إلى مسمار اللحم طبعا شنو اسباب مسمار اللحم اسبابه تجي دائما لما يكون في زياده في الاحتكاك في القدم
أول أحد الأسباب مع التقدم في العمر يبدأ الشحم اللي موجود في الجلد أو الأنسجة الدهنية الموجودة في باطن القدم تقل، فيزيد الاحتكاك، يزيد الضغط على المكان. الشيء الثاني، الناس الرياضيين اللي يمشون مسافات طويلة يمارسون رياضة المسافات، يعني ضغط كبير على القدم ممكن. طبعاً أثبتت الدراسات أيضاً أن النساء أحد أكثر الناس اللي ممكن يصابون بمسامير اللحم، لأنه ما نجوز الكعب. لازم نلبس هالكعب هالكعب وهال حتى اليوم أقولها طويلة صايرة أو أنا ترى مسوية نفس الشيء، يعني أنا اليوم بعد لابسة كعب لأن الفستان طويل وعشان الأناقة نحتاج شوية عشان الأناقة والكعب ما يدوا روحهم النسوان لو تشوفي يتحملون كل الألم في كل مكان يهون الكعب سبيل الجمال والأناقة أنا فعندنا العمر، الجنس عادة النساء أكثر، الممارسين الرياضة، وفي ناس طبعاً يكون عندهم تشوهات خلقية في العظام أو في القدم مثل الناس اللي عندهم فلات فوت، فيصير عندهم ضغط في أماكن أكثر من أماكن ثانية. الناس في عندهم مثل تقوس في شيء اسمه الإصبع المطرقي أو إن الإصبع تكون راكبة على الصبعة، فيصير الاحتكاك خصوصاً لما يلبسون جواتي ضيقة من قدام. فحتى المشي الحافين القدم لفترة طويلة، عدم ارتداء الجوارب، يعني في أشياء سلوكيات خاطئة احنا نتبعها وفي أشياء تكون عيوب خلقية تحتاج تضبيط. بس كل أي شيء يزيد الضغط، حتى زيادة الوزن، لما الواحد يزيد وزنه زيادة الضغط على القدم ممكن يسبب هاي زيادة الاحتكاك. فكنوع هاي يعني أنا ساعات أقول للمرضى هذا ترى حكمة إلهية، بدل ما يصير قرحة أو يصير ألسة، يعني مكان يأثر عليه بالضبط من كثرة الاحتكاك يضعف الجلد، سبحان الله هو يسمك بس يعني يرجع بنواتج عكسية يعطينا له مسمار اللحم. يمكن تكلمتي عن مسمار اللحم بشكل كبير وقلتي في البداية أن في ناس ما تعرف تفرق بين مسمار اللحم والأشياء الأخرى، شنو الفرق، شنو الأشياء الثانية غير المسمار اللحم ويمكن الفرق بينهم؟ عندنا شيء اسمه مسمار العظم، زين هذا مسمار العظم هذا يصير نتوء في العظم نفسه، العظمه زياده كانه في العظم، نفس الشيء بسبه الاحتكاك المشي على الاسطح الصلبه، وهذا العظم يضرب في الجلد المحيط ويسبب الم، ما يكون خارجي في الجلد ولكن الالم اكثر شيء يكون في كعب القدم، وهذا عاده يتعاملون اياه دكاتره العظام، زين. ففي فرق بين مسمار لحم مسمار عظم. بعدين عندي شيء اسمه تكلس، زين التكلس شنو يصير؟ نفس الشيء بسبة الاحتكاك تبدأ تصير شيء طبقة سميكة من الجلد عادة في كعب القدم أو في من مقدمة القدم. وعندنا طبعا الثواليل، وهذه يعني هذه المعضلة اللي الكل ما يقدر يفرق بينها. شنو عندك؟ عندي ثالول، طبعا الثالول تماما مختلف عن مسمار اللحم، مختلف في المسبب. مسمار اللحم والتكلس هاي كلها بسبة الضغط. الثالول هو عبارة عن عدوى فيروسية، يعني في فيروس اسمه الفيروس الورم HPV، هاي الفيروس اللي هو يتكاثر يعني يدخل الجلد عن طريق الشقوق أو عن طريق جروح موجودة في الجلد، ويبدأ يتكاثر داخل الجلد ويطلع لي على شكل ثالول أو زائدة. فتماما مختلفين عن بعض، ومهم نعرف الفرق بينهم لان الاسباب يعني اذا وجد السبب بطل العجب. يمكن اخر سؤال بس اللي هو يعني طرق الوقايه اصلا من البدايه انك عشان ما يصيدك هاي الامور، ما يصيدك مسمار اللحم ولا الثالول، شنو تقدر تسوي؟ طبعا اول شيء كل شيء الدلعه يرد يعني يرد عليك بالخير، صح؟ فاحنا دكاتره الجلديه كلنا نحب ندلع، دلعوا بشرتكم، دلعوا رجولكم، الواحد ينسى رجوله. شنو يوميا؟ مو يوميا، يوم وترك نقعها في ماء دافي كذي، زين ريلاكسيشن 10 دقائق ربع ساعه، بعدها جفف الرجول عدل، جفف بين الاصابع، حط المرطبات اللي تحتوي على اليوريا المنعمه تنعم. ثاني شيء طبعا ارتدي الجوارب، يعني على اساس ان انت تقلل من يعني العوامل الخارجية، نبتعد عن الجواتي الضيقة والرفيعة قد ما نقدر، نحاول ما نمشي على الأسطح الصلبة قد ما نقدر. والناس اللي عندهم مثلا مشاكل تقوسات في العظام أو شيء، في أنواع معينة من
الاسفنج يبيعونهم في الصيدليات، تلبسه تحطه داخل الحذاء يكون يمشي إياه تقوس القدم، بحيث انه يمنع انه يصير عندك ضغط في هاي المنطقة، او هاي المنطقة اذا فلات فوت او عندك تقوس في عظام معينة، فهاي ممكن انه يساعد ان انت تحد من حدوث هذا الشيء. اكيد كل الشكر لك فاطمة عبد الوهاب على هاي الموضوع القيم، وان شاء الله كل التوفيق. حاضرين حاضرين. قصة ريشات العنقاء الثلاث للكاتبة ندى الفردان، استمتعنا لجزء منها وحلقة هذا الأسبوع، نستمع للبقية ونشوف هل راح تساعد الحيوانات العنقاء في البحث عن ريشاتها بعد ما فقدتهم. خلينا نشوف. السلام عليكم أحباء الصغار، وأهلا وسهلا فيكم في فقرة حكاية قطر الندى. اليوم راح نكمل قصتنا ريشات العنقاء الثلاث، ونشوف شلون الحيوانات راح يساعدونها في إيجاد ريشاتها الضائعات. راحت الحيوانات تنظر لبعضها البعض باستغراب، ثم قالت فافي مستهجنة كلام الجدة: ولكن يا جدتي، إن الريشتين معلقتان عاليا فوق الأشجار، فكيف سينجح أصدقاؤنا الحيوانات في إيجادهما وهم لا يستطيعون الطيران؟ ومن قال أننا نحتاج لأجنحة لننجح في مهمة البحث؟ قالت الفيلة الحكيمة مستنكرة ذلك: إن هدفنا هو إيجاد الريشتين وليس الطيران، أليس كذلك؟ راحت الحيوانات تفكر مليا في كلام الفيلة الحكيمة وهزت رؤوسها موافقة. تقدم كبير القرود قائلا: أنا ومجموعة القرود مهارتنا في تسلق الأشجار ليس لها مثيل، وكم يسعدنا أن نقدم المساعدة للعنقاء الطيبة، سنتسلق أعالي الأشجار إلى أن نجد لها ريشتها الضائعة. ثم تقدمت كبيرة الزرافة مبدية استعدادها للمساعدة والانضمام إلى فريق البحث أيضا، وقالت: أنا وقطيع الزرافة برقابنا الطويلة سنجول بين كل هذه الأشجار نتفحص أعاليها إلى أن نعثر على الريشة الثالثة. ابتهجت العنقاء لرؤية الحيوانات وهم يعرضون مساعدتها، انحنت خافضة جناحيها وعنقها الطويل شاكرة إياهم على شهامتهم ومؤازرتهم لها. راحت الفيلة الحكيمة تحث المتطوعين في فريق البحث بالتحرك فوراً والبحث عن الريشات الضائعات حتى لا يداهمهم ظلام الليل. قال أحد الفيلة: أيتها الفيلة الحكيمة، ونحن أيضا يجب علينا أن نخط الخطى إلى منبع النهر حيث نسقي العنقاء العطشة. كانت الفيلة الحكيمة في حيرة من أمرها، فهي تعلم أن الوصول إلى منبع النهر سيحتاج إلى أيام عدة، وتخشى ألا تصمد العنقاء المنهكة كل هذه المدة، لذا طلبت من القطيع التمهل قبل معاودة السير حتى تفكر في حل ما. وبينما كانت فافي الصغيرة تلعب بالطين، خطرت ببالها فكرة رائعة، فصرخت منادية جدتها: جدتي، ومن قال أننا نحتاج إلى منبع النهر؟ إن هدفنا هو إيجاد الماء وليس النهر، أليس كذلك؟ لم تفهم الجدة الحكيمة المقصد، فاستطردت فافي موضحة: سأصنع من هذا الطين وعاء أجمع به قطرات الماء والندى. رفعت الأفيال صوتها بالنهيم مباركة هذا الاقتراح الذي سينقذ صديقتهم العنقاء من الهلاك. وعلى الفور هبت فافي بنشاط لتصنع بخرطومها وعاء تجمع فيه قطرات الماء وتنفذ فكرتها وهي مؤمنة بنجاحها. ورغم الحر الشديد وقحط المياه، إلا أن الشجيرات لم تبخل على الدغفلة بما لديها من مياه، فراحت تعصر أوراقها لتتساقط قطرات الماء في الوعاء الذي صنعته الفيلة الصغيرة. وفي أثناء ذلك كان فريق البحث عن ريشات العنقاء يواصل بحثه، فكان العقبان وسربه يحلقون بعيدا وعاليا في السماء
دائرين بأبصارهم الثاقبة أرجاء السافانا. أما القرود النشيطين فقد أخذوا يتسلقون الأشجار الواحدة تلو الأخرى، يفتشون ما بين الأغصان. فيما كانت الزرافة فارعات الطول يتفحصن قمم الأشجار بحثاً عن الريش الضائع. وما إن امتلأ وعاء فافي أخيراً بالمياه حتى هرأت إلى العنقاء المنهكة التي راحت تنهل الماء بلهفة شديدة. شربت العنقاء وارتوت وشكرت دغفولة الصغيرة شكراً جزيلاً، ثم التفتت إلى الفيلة الحكيمة قائلة: إن حفيدتك لماحة وذكية، ومن تبتدع حلولاً مبتكرة لابد وأن تكون قائدة محنكة كجدتها في يوم من الأيام. شعرت فافي بالسعادة لدى سماعها كلام العنقاء، ولكن قلقها على صديقتها الجديدة لم ينتهي بعد، فقد قارب النهار على الانقضاء ولم يعد بعد المتطوعون. جلس الجميع ينتظرون فريق البحث على وجل، بينما كانت العنقاء كل ما يشغل تفكيرها هو الطيور العطشة التي تنتظرها هناك في مصر. وأخيرا وقبل غروب الشمس بدقائق عاد المتطوعون كل زمرة منهم حاملة ريشة من ريشات العنقاء. هلل الحيوانات لدى رؤيتهم أصدقائهم، فنهمت الفيلة ونهقت الحمير الوحشية وزقزقت العصافير وخارت الجواميس، كلهم فرحون باستعادة ريشات العنقاء الثلاث. وبعد مساعدة العنقاء على تركيب ريشها الطويل، ظهر ضوء ساطع شق عنان السماء المظلمة، فقد استطاعت الريشات السحرية أن ترجع للعنقاء عافيتها وقوتها. وما هي إلا لحظات حتى وقفت ملكة الطيور على قدميها وفردت كلي جناحيها وتوهجت توهج البدر في ليلة تمامه. كان امتنان العنقاء عظيما للمعروف الذي صنعه الطيور والحيوانات برعايتها وإعادة ريشها الضائع، لذلك أرادت أن تكافئهم على معروفهم هذا، فضربت بذيلها السحري مجرى النهر الجاف. وما هي إلا لحظات إلا وتفجر ينبوع يزخر بالمياه، فتدافعت الحيوانات العطشة لتروي ظمأها الشديد. شكرت الفيلة الحكيمة العنقاء على هديتها السخية وطلبت منها أن تقضي ليلتها معهم، إلا أن العنقاء اعتذرت وأصرت على الرحيل لتنقذ أصدقائها الطيور. تفهمت الفيلة الحكيمة إصرار العنقاء وأكبرت فيها حبها للمساعدة، ثم شرحت لها كيف تصل إلى مصر شمالا. كانت فافي تسترق السم، ولأنها لم ترد أن تغادرهم العنقاء سريعا حاولت إثناءها عن السفر في ظلام الليل. أيتها العنقاء الجميلة، كيف ستطيرين في هذا الظلام؟ أليس من الأفضل لك أن تنتظري حتى يطلع ضوء النهار لكي تستدلي على وجهتك؟ ومن قال أنني أحتاج إلى ضوء النهار لإدرك غايتي؟ إن هدفي هو الوصول إلى مصر شمالا، أليس كذلك؟ قالت العنقاء ذلك وهي تغمز بعينها للجدة، فأومأت الفيلة الحكيمة برأسها وكأنها فهمت ما رمت إليه العنقاء، ثم مدت خرطومها مشيرة إلى نجم ساطع في السماء. إذن لابد وأنك ستتبعين نجم الشمال ليدلك على الطريق الصحيح، أتمنى لك رحلة موفقة وميسرة يا عزيزتي. احتضنت فافي العنقاء مودعة ومتمنية لها رحلة سالمة. وهكذا غادرت العنقاء في تلك الليلة، ولكن ظلت الدغفلة الصغيرة تتذكرها دائما حتى عندما كبرت وأصبحت كهلة. ظلت تنظر إلى نجمة الشمال في كل ليلة آملة أن تعاود العنقاء زيارتهم من جديد.
لما ستختخ لجدته. جدتي، أكنت أنت تلك الدخولة الصغيرة؟ لم تجب كبيرة الفيلة على السؤال، بل كل ما فعلته هو أنها احتضنت حفيدها الصغير بكنفها الدافئ. لم يعرف تختخ إن كانت العنقاء حقيقة عاصرتها جدته أم أسطورة خيالية، وفي كلتا الحالتين فإن تختخ قد استمتع كثيرا بسماع قصة العنقاء وريشاتها الثلاث، ونام ليلته وهو يشعر بالدفء والسعادة في حضن جدته الحكيمة، وراح يحلم بكرته الصغيرة والذي كان على ثقة بأن يجدها بمساعدة جدته. النهاية. أتمنى أن تكونوا أنتم أيضا قد استمتعتم بحكاية ريشات العنقاء. أراكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. رجعنا لكم من جديد، وأكيد نشكر ندى الفردان على هذه القصة. مثل ما عودناكم مشاهدينا كل يوم خميس نكون معاكم في الفقرة الفنية، وراح نتعرف على فنان له باع طويل في الفن وبدأ مسيرته الفنية على عزف الجيتار، وهو من عائلة فنية أيضا. معنا الفنان أبو بكر علي والعازف اللي مو أول مرة طبعا ينور استديو صيف البحرين، إبراهيم لاري. صبحكم الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيكم. صبحك الله بالنور أختي إيمان، صبحك الله بالخير أخوي حمد، منورين أنتم الشاشة مو بأحلى. والله منورين. مشكورين على الاستضافة الحلوة. الله يخليك. صباح الخير أبو بكر، وأكيد إبراهيم مو أول مرة يكون معانا. صح. مثل ما قلنا في اللقاءات قبليه بنشوفك مرة ثانية. صدق انا شفتوه. صح. يمكن ابو باكر انت من عائله فنيه مثل ما ذكرت. نعم. ايمان في البدايه. نعم. كلمني عن البدايات وتعلقك بالجيتار في البدايه، يعني فيها قصه الموضوع. كلمني عنها. القصه بسيطه، سبق ان انا قلتها من قبل، فهي نفس القصه بس قاعده تنعود. فبدايتي طبعا كانت مع في البيت فرقه مع اخوي الكبير الله يذكره بالخير، يعني اوجه له تحيه، المايسترو عثمان علي، له فضل كبير في نجاحي او في ظهوري يعني في الساحه الفنيه. فهو كان عنده فرقه، كان عندهم فرقه هو واخوي العود، ومع الشباب رابعه يعني كان عندهم فرقه، فيعزفون غربي وشرقي في البيت في غرفتهم. فكان الجو كله موسيقى يعني يوميا. فأنا صغير، فتي تبي تقعد تبي تسمع ذي، تبي متملل بروحك تبي تدش وياهم، ساعات يدخلك شوي تقعد بعدين يقول لك اطلع برا، وساعات شوي ها يخليني أنا انتظر متى انطرد يعني. فمع الوقت ذي مع الجو ذي خلاص دشت الموسيقى يعني في المخ، فقعد تسمع غربي تسمع شرقي، فخلاص تعودت على كل الأجواء يعني شو اسمه والفنون الثانية. فبديت قال لي ها تبي تتعلم اورج، تبى علمك اورج، بس طبعا الوالد الله يحفظه كله لا دراسه، خلكم الدراسه وهذا احنا خلصنا الحمد لله، وبس لازم الفن يعني يمشي في الدم. خلاص تربيت على الفن. اي والله. فدشيت على انا حبيت الجيتار الستايل الجيبسي كينجز والاشياء الكلاسيك يعني، فخذيت لي جيتار قمت اتدرب عليه. طبعا دربني في البدايه يعني كنت انا وايد انا احب الفنان البحريني عبد الله تقي المبدع، اكيد طبعا اوجه له تحيه، فنان موهوب طبعا. فكان يعلمني شويه الاساسيات والبدايات، وبس وشوي شوي طورت روحي، فكان كل بين فتره هي ها ايش تعلمت ها سمعني وين وصلت وين وصلت. فكانت يدي اوكي يعني ماشيه في الجيتار، وقمت يعني اغني شويه اغاني البسيطه بيني وبين نفسي، وبعدين بس وشويه مع الشباب وربعنا يعني ودخلوني ها تعال غن عربي وهاللون يعني اغاني. ما يصير ما اعرف انا ما اغني يعني. لا بتعلم بتعرف. وطبعا اخوي الفنان ياسر جناحي درامز، والفنان علي الرويعي طبعا موزع وعازف، نوجه لهم تحيه اكيد. هذه لين كانوا معي في الفرقه، فبدينا شويه في المهرجانات المجمعات لما يسوون كذي ساعه فعاليات بسيطه تشتركون فيها. فكنا نغني مع الفرقه بسيطة. مالتي وهاللون معي شباب، وبعدين توسعت تطورت وصار اخوي معاي ومع بعض، وليه اليوم احنا مع بعض
في الحفلات والأعراس والمناسبات يعني. أكيد أنا يعني يمكن ذكر أبو بكر في بداياته وإحنا نعرف إبراهيم بداياتك شو كانت، أنا أكيد إحنا يعني ذكرنا ذي الموضوع في الحلقات السابقة، لكن ودي أسألك إبراهيم اليوم أنت ما شاء الله يعني العزف ماخذة أنت ومتمكن فيه، لكن كل مرة تشتغل مع فنان، يعني يمكن اشتغلت بأكثر من فنان، فهذا التنوع بالنسبة لك مع الفنانين هل هذا يزيد من خبرتك بعد؟ اي طبعا احب انوع، ما احب اتم على شيء معين، يعني تحب ان تشتغل ويا اكثر ويا الكل من فنان وما شاء الله عليك تفهم لهم من اول مره. خلاص اعرف لهم عارف مشتغل ويا ابو بكر من قبل. اي مشتغل وياه ومتفق وياه وايد وايد مشتغلين. هو اشتغل ويا اكثر من فنان ولا ومدة طويلة بعد ما كل فنان يعرفه عادة. هو اشتغل ما شاء الله عليه من فترة، وبعدين لا ننسى أخوه المايسترو الكبير اللي وجه له تحية الفنان يوسف لاري اللي هو صح بعد ضيفنا فنانين كلها عائلات فنانين. ايه طبعا يوسف لاري طبعا أخوه أقدم ومن هذاك اللي تسميه مال زبل الطيبين، فطلع من تحته وايد فنانين ويحاول إنه قاعد يظهر الفنانين. نعم. صح لاحظني يمكن حتى في الإنستغرام. خلنا نسمع شيء عاد خلاص إن شاء الله. نسمع الويكند خلاص. ولا يهمك أهم شيء الويكند وهلا بالخميس. هلا بالخميس صحيح. شو راح تسمعنا إن شاء الله؟ نقول مقطع من أغنية ربوع الشمال للفنان الراحل الله يرحمه الفنان سلمان زيمان. ولي في ربوع الشمال غرام حي وزنبقة طاهرة تعيش على حلمها باللقاء على دفء أمنية عطرة على وجهها سمة الأبرياء على خدها حمرة أسيرة على وجهها سمة الأبرياء على خدها حمرة أسيرة ولي في ربوع الشمال غرام حي وزنبقة طاهرة تعيش على حلمها باللقاء على دفء أمنية عطرة. ذكريات طبعا حق الراحل طبعا اكيد الله يرحمه. يمكن ابو بكر خلينا نتكلم اكثر عن موضوع انك انت تعلقت بالجيتار من انت صغير، ليش بالذات هالاله رغم ان اخوك كان كيبورد وكان معنا ترى يعني اخوك معاكم عثمان العيد كان موجود معنا بعد، فكلمني عن موضوع تعلقك من الجيتار. والله ما في شيء يعني بس اللهم يعني كان يجذبني الشيء اللي مو موجود. يعني انا في المجال اللي انا كنت فيه اطالع يعني في درام في آلة التانجو وفي الدرامز في الالكتريك كانوا وفي بس صعب نادرا كنت اشوف الجيتار دي، فصوت الصوت غير صوت الكلاسيك يعني تقدر تعزفها بروحك، آلة تقدر تعزفها منفرد وجماعي. ف ماري شدني الشكل والعزف. طبعا نفس ما قلت لك يعني الفنان عبد الله تقي كان يعزف يعني من اخطر الفنانين يعني على الجيتار، فبس ما قدرت يعني ابي جيتار زين بعلمك اور بتعلم شيء ثاني كلكم موجودين صح جيتار جيتار بس يعني يمكن هذه كانت قصة علاقتك مع الجيتار. وطبعا دائما اغلب الفنانين يبتدون مع الجيتار والجيتار آلة صعبة يعني مو سهلة، يا العود يمكن يا الجيتار وهي آلة ابدا مو بسهلة يعني بلها تكنيك معين. يمكن هالشيء انتقل لك ابراهيم فيه، احنا تكلمنا ان كل آلة لها تكنيك، يعني التكنيك اللي تشتغل فيه وقت عزف الأورج اكيد عندك يعني لمسات شيء خاصة وقت العزف اضافات، يعني لما احنا نسمع نقول والله هذه فنان ابراهيم هو اللي عازف في المقطع ذي، شو الأكثر شيء تركز عليه في العزف؟ والله أكثر شيء أستخدم البيتش، هنا عندي البيتش هني إحساسي كله في ذي
احساسك كله في البيت. كله في البيت يعني هني التكنيك التكنيك عندي في البيت ويفرق وايد في الصوت يختلف احساس الداخلي اعطي من البيت احساسك ترجمه من خلال والله صار ودي اسمع عشان اشوف وغير ذي بعد يمكن قبل الهواء كان يعني يسوون ساوند تشيك يعني يمكن ابو باكر قال له نزل شوي بس قال له كذي بس فهم هو عرف عرف موضوع ان ترى الطبقه بلا اقل فهو فاهم ومريح نعم ما شاء الله عليه فنان ومهم اساسا للعازف يعني يكون فاهم الفنان وعارف الطبقات وحافظ كل شيء عشان هذه الهارموني يبين في النهايه صعب اصلا ان الفنان يعني يعزف مثلا او يعني شوفي يا انه يكون اثنينهم قوي او انه يعني او انه فاهمين الشغله اي فمو مشكله ان انا مثلا كفنان ورحت مكان وكان في عازف انا ما اعرفه بس انه ما دام هو عارف يعني عارف عنده خلفيه في الفن وفي الطبقات وذي الموضوع عنده سهل خلاص صح. تقول له مثلا الطبقه الفلانيه المقام الفلاني يفهم خلينا نقول يعني يكملون بعض الفنان مع العازف اكيد طبعا لانهم يردون على بعض طبعا. يكملون بعض طبعا يمكن سؤالي لك ابو بكر شنو اعمالك الجايه؟ شنو مجهز؟ اكيد الحين يمكن الحجي هني عاد هني الحجي شنو اعمالك؟ هو تشوف انا وقفت فتره يعني عن السنجل او الاغاني اللي تخصني ولكن ان شاء الله الاعمال انا ما احب يعني نفس ما تقول اللي يغيب لكنه يطلع بشيء حلو انا ما احب اني اطلع يعني ورا بعض اغاني اوكي انا اقدر اسوي انا في اليوم الواحد اقدر اسوي 5 أغاني عادي بس اختار الاختيار الفنان يعني انا ما بقول لك ان انا يعني صاحب خبره وايد بس تعلمت من غيري الفنانين الكبار ان فعلا انت لما تبي تبتدي شيء تبتدي صح او لا تبتدي صح قله لكن جوده في نعم العمل نعم وتبتدي تختار انت كفنان تختار انت شنو يناسبك ما يصير انت تغني اي شيء وتبي الاوادم يعني يحبونك وانت مو لايق عليك يعني صح فما يصير لازم تركز فانا على اختار اختار طبعا قبل لا اختار دائما لازم استشير وهذا الشيء مو بعيب ولا بغلط في الفن اكيد استشير هاي الشيء حلو هاي يناسبني ولا يعني حتى لو رايي انا شخصيا انا اشوفه يناسبني بس لا المستمع بعد له نظره ثانيه صح اكيد فاختار الشيء اختار اللي يناسبني عشان اقدمه بشكل حلو عشان الناس يحبونه تطلع بصوره حلوه نعم. وجميله نعم. بالفن اللي يريحك واكيد بالناس اللي تشوفونه مناسب نعم. لك واحنا اكيد طماعين ودنا نسمع منك انتوا تامرون عمر ما علي ان شاء الله راح تسمعنا ان شاء الله وسمعكم اغنيه لي اغنيه سنجل سويت سجلناها في استوديو الليالي اوجه تحيه بعد حق المايسترو والموزع مهندس عبد الله عبد المجيد استوديو الليالي للإنتاج الفني سجلتها في 2016 الأغنية من كلمات وألحان أخوي محمد السماهيجي أوجه له أحلى تحية بعد وتوزيع أخوي الغالي عثمان علي نعم. نسمع معكم مقطع طبعا هي بالهنك العراقي طبعا يعني احنا نحب وايد اهل العراق صح مؤخرا بعد يعني في العراق نعم. طغى وايد يعني اشتهر اكيد طبعا البحرين بعد مجمعه كل الاحبه يعني كل الفنون واللهجات طبعا فنسمعكم مقطع منها يا ظالمني يا جارحني اريد هسه تصارحني تحبني لو تحب غيري رجان احكي وارحم يا ظالمني يا جارحني اريد هسه تصارحني تحبني لو تحب غيري رجان احكي وارحم تلعب ليش بعصابي مو كنت اعز احبابي عشانك عفت كل ناسي وحتى اهلي واصحابي يلي خيبت ظني عرفتك هسه ما تحبني هواية طبعك تغير ما اريدك تجاملني يا ظالمني يا جارحني اريد هسه تصارحني تحبني لا تحب غيري رجان احكي وارحمني مرة اسمعها
اكيد هاي السنجل حلوه صراحه، كلمات حلوه. شوفها في اليوتيوب اكتب ابو بكر علي ظالمني بتطلع لك. ان شاء الله كلمات يعني جميله، جميله وبسيطه وحلوه ومفهومه حتى لو قلت يعني باللهجه العراقيه، لكن حلوه حلوه صراحه، مفهومه وخفيفه، ولو ان فيها يا ظالمني يا جارحني، ولكن يعني كان بس دائما يكون الرذم والايقاع موجود. الايقاع ايقاعها موجود طبعا، انا غنيتها بالبيانو بس هي طبعا فيها شغل، فيها ايقاعات واغنيه فريحيه اكثر. نعم اي بالضبط. ابراهيم ودي ارجع اسالك، انا يعني انا يمكن كنت اسالف وياه تحت الهواء، اقول له يعني ترى انا شويه لي يمكن في عزف الاور وكنا ندردش، واقول له انا مو يعني موهوبه ما شاء الله نفسك، بس شنو الاساسيات اللي لازم دائما يركز عليها عازف الاورج؟ اول شيء لازم يتعلم طبقات يحفظها والمقامات اهم شيء ذن في العزف، هذه اهم شيء، اهم شيء عشان لينيوت واحد بيقول لك مثلا اسم الأغنية وأنا ما بحفظها، بس بيعطيني المقام وبيعطيني الطبقة، الطبقة والمقام المقام خلاص حافظهم، بمشي ويا على نفس الأغنية حتى لو ما سمعتها، حتى لو ما سمعتها ما شاء الله بمشي. متى وصل لهالمرحلة؟ هالمرحلة وايد يعني متقدمة، بس أهم شيء الطبقة والمقام. شوف أنا الطبقة يمكن سهل عندي، بس المقامات للحين والله ما أدري، إن شاء الله بحفظها. ما في شيء صعب. يمكن سؤال لك أبو بكر، موضوع أن أنت قلت لي وقلت لنا في البداية عن موضوع أخوك، إيش قد ساندك في البداية؟ نعم أي والله. من اللي حولك اللي ساعدوك وليه الحين مخلينك أنت مواصل؟ يعني من اللي يعطيك الدافع أن أنت ليه الحين مواصل في هذه؟ والله الدافع الأول هو أخوي عثمان والأهل طبعاً. يعني في تشجيع منهم، فحلو لما يشجعونك مو تحبيط. ففي تشجيع، لكن طبعا اذا كنت اوكي، يعني اذا كنت فعلا تستحق التشجيع بيشجعونك. احنا عندنا في العائله ما في شيء اسمه مجامله. بس اعتبر يعني يعتبر الانتقاد البناء يمكن ابو بكر، يعني هم يقولون لك مو حلو عشان تقدم احسن. نعم نعم ممكن يقولون لي، انا فعلا يعني عندي عمامي كانوا يقولون لي يعني سمعنا شيء، شغلني لك، سمعني اي شيء، ما لا تقول لي اي شيء، عرفت؟ فكنت لما اغني يقول لي ترى وايد عندك يعني تقدر عندك طاقه اي يعني، ففي هاي الكلمه بروحها تخليك تعطيك يعني تعطي اكثر. فعثمان اخوي، وعندي شباب يعني اللي معاي في الفرقه يعني طبعا ذكرت اساميهم، والوسط الفني الشباب يعني ما شاء الله عليهم، يعني كلهم عندي وايد شباب يعني فنانين وعازفين، في يعني لما يشوفونك تشتغل في شغله مثلا يقول لك واصل جو هيد، يعني انت انسان فيك يعني مشروع نجم وفنان. نعم بس طبعا الواحد مهما يكون الفن بحر طبعا، اكيد لازم الواحد يستمر ويتعلم فيه وما يتوقف، لان فن يعني فعلا في تطور بين فتره وفتره، الالحان الكلمات وغيرها. شو بتسمعنا الحين ابو بكر؟ عاد احنا طماعين. ولا يهمك ولا يهمك. نقول من مثلك يلا للفنان عبد المجيد عبد الله. على مثلك اصافح وقتي وهني وهني خافقي، ولا انت من مثلك عجزت اوصف سما قدرك، عجزت اوفي وش ابعاد السما قلي وانا اوصف لك. هلا بك يا نسم روحي ويا لبي، لقلب المعترف بالحب من قبلك، وش الحيلة في قلب محبتك تملي، في شخص من غلاتك صار يشبه لك. هلا بك يا نسم روحي ويا لبي، في قلب معترف في الحب من قبلك، وش الحيلة في قلب محبتك تملي، في شخص غلط صار يشبه لك ومن مثلك ومن مثلكم.
صيف البحرين. سلام عليك. من مثلك. يعني ما شاء الله بدعته وفعلا استمتعنا في حلقة الخميس وكالعادة فقرة فنية غير. دائما غير ننتظرها ترى. يعطيكم العافية. أكيد نشكر تواجدك أبو بكر وإبراهيم. يعني استمتعنا معاكم. إحنا استمتعنا بهالصوت وإن شاء الله ننتظر جديدك. كل مرة نشوفك شيء يعني نزل شغلات جديدة حلوة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بتشوفون أعمال جديدة وبتشوفون اسمي إن شاء الله طالع. وبتسمعوني أكثر وأكثر إن شاء الله. حبيت أشكركم طبعا على الاستضافة الحلوة. أشكر مخرجنا راشد الجميري وأشكرك حمد الفردان المتألق دائما. إيمان زينة المتألقة دائما. الله يخليك. وشكرا لكم تلفزيون البحرين وشكرا صيف البحرين. شكرا لك يعطيك العافية. شكرا لك إبراهيم. شكرا لك العافية. شكرا لك وباكر. أكيد الأغنية العراقية بسمعها في السيارة يا ظالمني. ومن الفقرة الفنية خلونا ننتقل لفقرتنا الأسبوعية غريب عجيب ونتعرف على المكان اللي بيعرفونا عليه فريق لادون. كوبر بيدي في استراليا. ما يميز كوبر بيدي هذه البلدة الصغيرة تواجدها بشكل كامل أسفل سطح الأرض، حيث كانت في عام 1915 منجم لاستخراج معدن الأوبال، كما أنها لا تزال أكبر مركز لحتى اليوم وهو مصدر الدخل القومي الأساسي للمدينة. حيث تقع كوبر بيدي في جنوب استراليا على بعد أكثر من 1000 ميل من كانبيرا، ويشار إلى المنطقة باسم عاصمة الأوبال في العالم، ويعني اسمها كوبر بيدي بلغة السكان الأصليين الرجل الأبيض في الحفرة. وتشير الدراسات إلى أن كوبر بيدي كانت مغطاة بمياه المحيط مما ساهم بإنشاء المناجم، وعندما انحسر عنها ملأت المعادن الثمينة المكان ومنحت السكان مصدراً هاماً لجني المال، حيث يعيش تحت سطحها نحو 3500 شخص. وبجانب كونها منجم كبير إلا أنه جرى إنشاء المنازل والمتاجر والكنائس وحتى الفنادق، حتى أصبحت في الوقت الحالي واحدة من أهم مدن القارة الأسترالية. عودة لكم من جديد مشاهدينا مع فنانتنا التشكيلية زبيدة. طبعا هذه هي النتيجة النهائية للوحة. خلنا صراحة شيء مع بعض. هذه في ساعة صارت. أنا مصدومة ما أدري أروح هناك عشان يعني أشوف اللوحة عدل، لأن أنا الصراحة يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حبيت. إيه صايرت كريسبي 3D 3D وكريسبي صايرة حلوة ما شاء الله. إحنا هديناش في أقل من ساعة زبيدة، لكن متأكد أنت ما صورتيها ورديتي طبعتيها، لأن ما شاء الله عليك ما شاء الله عين عليك عين عليك باردة. زبيدة تشاركين طبعا في مسابقات أو في معارض صح؟ وشون تشوفين هذه المشاركة اليوم لكثير في من الفنانين الرسامين البحرينيين المتميزين؟ المشاركة كفنانين شباب وايد يعطيهم دافع على أنهم يطورون من نفسهم. تحديات تصير بين الشباب، يعني كل واحد يبي يعطي أحسن ما عنده صح عشان يطلع. وهذه المشاركة أكيد تفيدك أنت كرسامة، تستفيدين حتى من خبرات غيرك في المعارض. نعم. صح. ما فكرتي تعرضينهم في معرض؟ هذه كانت في معرض معرض أجيال في الدمام، أجيال 2 أجيال الثاني، معرض أجيال الثاني في الدمام كان. يعني ما شاء الله عليك زبيدة، الصراحة احنا وايد سعيدين بتواجدك اليوم ويانا، ويعني انا صراحة وايد حابة اللوحة. في فترة قصيرة قدرتي ترسمينها في تكنيك معين، الالوان يمكن حتى التباين تباين الموج كان جدا جميل. فاكيد شكرا تواجد زبيدة جناحي وشرفتينا ونورتينا في صيف البحرين. شكرا على استضافتكم، مشكورين حبيبتي. شكرا لك. اكيد مشاهدينا وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم، ومثل ما نقول يوم الخميس هابي ويكند. هابي ويكند. مع السلامة.